لخص الموضوع في دقيقة ونص أعتقد. ولا وكمان حلاوته ان هو انتهى بالامل، يعني فكره ان الوقت الحالي يعني اعتقد كلنا محتاجين دايما الخبر الحلو، محتاجين الامل، محتاجين الدفعه ان احنا ندوس لقدام. نقطه محمد مهمه قوي بصراحه، حتى يعني اقولها للي بيحبوا يكتبوا على السوشيال ميديا، احنا بين فريقين طبعا، انا بنتمي احب الواقع على فكره، احب انا واقف على الارض، صح، ما احبش ان انا اجمل موقف ولا شيء، ولكن الوقت الحالي بالجانب الواقعيه ممكن نعرض الواقعيه بشكل حلو. في ناس بتعرض الواقعيه بشكل يؤزم الموقف او شكل هو في تهويل قوي، فالناس يحصل لها بانيك، دي اخطر حاجه. الناس اكتر مشكله ممكن تصيبنا في الوقت الحالي هو الياس، او ان انت تبقى قاعد خايف او قلقان لدرجه الخوف. ده الحد ده في حد ذاته لوحده ممكن يقتلك، ده مرض. لا ده مرض، ده في حد ذاته مرض. وربما كمان خلي بالك، الاقي انا كواحد بكتب او عندي قدره على تعبير او الوصف، اوعى تفتكر وانا بكتب الاحساس اللي عندي هو اللي يحصل اللي هيوصل عند المتلقي. لا 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 ابدا. ده المتلقي اللي قاعد في البيت بيقرا كلامي ممكن يقرا كلامي بشكل سوداوي اكتر، فاهم؟ مظبوط. اوكي انا عارف ان في مشكله، بس اللي انا صدرته خليت الناس تبدا تعيش في مرحله او في حاله سيئه جدا. ولو هم قابلوني وقالوا لي على فكره انت يوم ما كتبت اللي انت كتبته ده احنا كنا قاعدين خايفين جدا، وانا قايل له ايه؟ لا على فكره ما كنتش اقصد انك توصل للمرحله دي. انا كنت قلقان بس بصراحه مش بالدرجه دي. فهيقول لي طب انا اعرف منين؟ هو انا كنت شايفك كنت بتكتبها كنت عامل ازاي؟ فالنقطه برده مهمه برده نقولها لأصدقائنا وزمايلنا اللي بيحبوا يكتبوا على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا انفلونسرز المؤثرين يعني اللي عندهم فولورز كتير وعندهم متابعين وبيحبوا يقروا لهم، مهم قوي وانت بتكتب في الوقت الحالي اي معلومه او اي بحث او اي وجهه نظر حوالين الامر، حاول تبقى بسيط، حاول انك تاخد الشيء الايجابي. بحب جدا جدا كل وسائل الاعلام اللي بتيجي تقول الريبورت اخر اليوم سواء في مصر او سواء في العالم، انك تبدا لي الريبورت باعداد الناس اللي تعافوا. بحب جدا تبدا ببرخه امل، احب قوي دي. ابدا لي بدي، ما انت هتبدا بالوفيات خلاص هيقفل التقرير وهيقفل التلفزيون مش هيكمل. ابدا لي بدي، يعني حابب جدا انك الناس كلها تعملها بالشكل ده. ليه؟ ان احنا فعلا كل اللي هنعمله زي ما التقرير قال، احنا بنحاول ان احنا نواجه، بنحاول نحل. فواحد اهم الوسائل عشان تحل انت تبقى دايما روحك المعنويه مرتفعه. روحك المعنويه بتبقى مرتفعه. طيب انتقل لجزئيه ثانيه متعلقه بقى باستعدادات الانديه للمرحله اللي جايه. نعم. طبعا كل نادي حسب امكانياته وحسب ثقافه لاعبيه كمان. طب. يعني ممكن الجهاز الفني يبعت البرنامج وتقدر تشتغل عليه ازاي. طب. بس انت كلاعب ثقافتك في حد ذاتها واعي للمرحله دي ولا مش واعي ليها؟ سؤالك حلو قوي. وخلينا نبدا اجابته من عند نابولي. نابولي من قيمة 10 ايام فاجئنا. نابولي طلع خبر كان لطيف جدا، وكان بص هو عجبني بصراحه. قالوا ايه؟ قالوا يا جماعه احنا راجعين تدريبات الأربع. يوم 25 المفروض النهارده 25 مارس. بصراحه احنا كلنا يعني تلقينا الخبر اكيد بنبتسم، نتمنى طبعا، بس كنا نابولي ولاتسيو صح؟ نابولي. نابولي قال احنا راجعين التمرين يوم 25 مارس. وبص حتى وانت بتقرا الخبر انا احساسي ان احنا شايفين الشخص اللي قاله يا جماعه احنا راجعين التمرين واللي يحصل يحصل مفيش حاجه فعلا. وطبعا الخبر جاي من نادي ايطالي اللي هي مفترض يعني في الوقت الاخير واحده من الدول اللي عندها بتنافس على المركز الاول. يعني خلاص ايطاليا اكيد هتعدي الصين. يعني الحمد لله نحمد ربنا وبنبارك طبعا لكل اصدقائنا في الصين، هم الوضع عندهم رجع والمدارس رجعت والدنيا كويسه جدا، وبشيد بيهم بصراحه وبالاجراءات وبالالتزام اللي هم خدوه وبوفائهم للاطباء اللي وقفوا او اللي توفوا. كل حاجه بصراحه اتعملت في الصين اتعملت بيرفكت، اتعملت بشكل ممتاز جدا. في الوقت الحالي واضح جدا الثلاث دول اللي داخلين ورا الصين خلاص، ايطاليا امريكا واسبانيا، هم الثلاثه الاكثر معاناه، وربما تخش معاهم انجلترا وفرنسا طبعا وانجلترا في الفتره الجايه بناء على التوقعات. في الوقت الحالي واضح جدا الامر متازم في ايطاليا وامريكا واسبانيا. رجع لنابولي فكان الخبر لطيف ويوضح لك قد ايه اللعيبه وتعرف يعني اللي بيحبوا نابولي. نابولي ليهم عقليه مختلفه عن بقيه ايطاليا. احنا نابولي واحده من المدن هناك، يعني الفريق نفسه
عقلية الجمهور والملعب وكل حاجة هناك في نابولي مختلفة عن بقية إيطاليا، وعندهم حماس شديد جدا جدا. وعشان كده أنا بيني وبينك تخيلت فعلا هم هيعملوه، وانتظرت لغاية طبعا من قيمة 3 أيام، قالوا يا جماعة معلش إحنا كنا يعني كنا يعني عاطين أملنا على بعض الظروف بس ما حصلتش، فبالتالي هنضطر إن إحنا نأجل. وبالتالي يعني برضو الأندية حاطة خطة في بلان بي لإن اللعيبة تبقى على استعداداتها البدنية في منازلهم. وإحنا كنا المرة اللي فاتت قلنا إن الأندية الكبيرة أو حتى اللعيبة الكبيرة بعيدا عن الأندية عندهم الجيمات الخاصة بتاعتهم وعندهم مدربين مزبوط. الأحمال بتوعهم. يعني لو حد يفتكر إن لعيب زي رونالدو أو ميسي أو راموس أو كل اللعيبة الكبيرة أو نيمار اللعيبة الكبيرة في العالم بيعتمدوا على الجهاز الفني بس، لا ده عندهم جهاز بتاع حتى في دكاترة عندها في قصدي لعيبة عندهم الدكاترة الخاصة بتاعتهم، بس طبعا بيحصل تنسيق. النهاردة ما أقدرش أتدرب مع مدرب أحمال خاص بيا من غير ما ينسق مع مدرب الاحمال بتاع الفريق بتاعي عشان يبقى النهارده الاحمال بتاعتي والاوزان اللي انا بشيلها ما تحولش ابقى لعيب رفع اثقال. يعني احنا عارفين لعيبه الكوره بفتنس اكتر ما بيتدربوا عضلات بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. يعني سيبك حتى من نظام الاكل، يعني مثلا النقطه دي برضو نقولها ممكن يبقى في ناس من الساده المشاهدين مش عارفينها، لعيب الكوره ليه تغذيه ثانيه؟ لا انا بتكلم على التدريبات. انت تدريبات لعيب الكوره هو داخل الجيم الجزء اللي محطوط فيه الاجهزه ده له استعمال خاص جدا. ما ينفعش لعيب مثلا يروح يدرب كتفه ويدرب جسمه او صدره بالذات الانسان العادي، لا او على اوزان عاليه زي مثلا لعيبه العاب القوه او الملاكمه، لا 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 خالص. ان هنا بتتقل من الكتله العضليه في جسمك، انت ليك اوزان معينه ما ينفعش تتحرك. حتى اللي شاف في فيديو لميسي حلو قوي كان هو بيتدرب في البيت، شوفوا الدمبلز اللي هو بيتدرب بيها دمبلز خفيفه جدا. مش اللي احنا بنروح الجيم بنبقى فرحانين قوي انا عايز ابدا مثلا، يعني عايز ابدا ب 8 كيلو الاسبوع اللي وراه عايز امسك 16 الاسبوع اللي وراه عايز امسك ال 40 لغايه لما اوصل بقى اشوف بقى اللي هو الجسم الضخم ده انا عايز اشيل زيه. ده مش الكوره، لعيبه الكوره لازم دايما يتدربوا باوزان خفيفه جدا 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 عشان يحافظوا على اجسامهم. وساعات طبعا الاوزان اللي هو في اطار تقويه العضلات، ايوه. فطبعا مهم جدا دي يا محمد ليه؟ ممكن اللعيب في البيت لو انت مثلا حسيت بملل وعندك انت عامل جزء رياضي خاص في المنزل عندك وجيم صغير اوعى تتدرب لوحدك بالحاجه بتاعتك، لا ده غلط. او صاحبك مدرب جيم او عنده جيم مثلا وانت عايز يعني تتدرب معاه فتتدرب بدماغه، ده ممكن يعمل لك كارثه. ده ممكن في ايه بقى؟ لما النهارده ان شاء الله نرجع تنزل تمرين في النادي بتاعك نص ساعة هيجي لك شد عضلي طبعا، لأن الكتلة العضلية عندك في الفترة دي زادت بشكل أكبر من اللازم. ولما رجعت لعبة الكورة هي لعبة فتنس مش لعبة عضلات، أيوة لعبة فتنس خفة. عايزين العضلات عشان التدخلات الثنائية بنسبة، لكن النهاردة لما أجيب لعيب الملاكمة أنا بلعب كورة مش بشيل حديد مثلا، لما أجيب لعيب الملاكمة أو ألعاب القوة أو مثلا رفع الأثقال اقول له تعالى العب كوره، لا مش سهله. ده ممكن النهارده لو بيتدرب هذا الكم التدريبات زي اللعيبه تلاقيه كل يوم بيتصاب في بيجي له اصابات عضليه. فمهم جدا السؤال اللي انت قلته، لازم اللعيبه تاخد بالها وتبقى برضه الانديه عندها بلان بي زي ما شفنا كده من نابولي عامل سيستم للعيبته عشان ان شاء الله ان شاء الله جت الانفراجه اكيد طبعا هيبقى فيه تدني في المستوى أكيد. ده جاي جاي انا بشوف صور في كوميكس دلوقتي كوميديا بدون شك جاي جاي، لكن يبقى النسبه اللي خسرناها مش كبيره 30% 50% ما نخسرش ال 100% ما نخسرش ال 100% بالظبط. طيب في مصر بقى تحديدا، انا في اوروبا اعتقد ما فيش مشكله الناس هناك الامكانيات والثقافه اكيد هتساعد على ده، لكن في مصر انت الان الجزئيه دي بنسبه كبيره طبعا. السؤال ده لما نيجي نطبقه على النادي الاهلي نادي الزمالك نادي بيراميدز نادي الاسماعيلي نادي المصري انديه بيلعبوا في البطولات المفروض المفروض الانديه العربية. وكمان المفروض مسؤولينهم عندهم خبره كبيره، ده مستحيل، ده الاجابه المفروض تبقى صفر. ليه؟ المفروض الانديه دي تبقى عملت بلان بي خطه بديله للحفاظ على اللياقه البدنيه للاعبتها. وهنا لازم نحط نقطه مهمه، احنا واحنا بنتكلم ان شاء الله باذن واحد احد بعد نهايه الازمه يا رب انت هتضغط ضغطه فظيعه ومحدش هيقدر